حكاية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. في هون سليم 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 علي الحلال مثل مالي شايفك قدامي ابو الاحلام بيعرف مين هو الملتم ليش حكى شيء غير اللي قلت لي اياه لك ما بيكفي اللي حكى لك انت راسك اي بس من الحيط اللي وراك عم اقول لك خود مني سمير ورا هالقصه خلاص خلاص وسد بوزة خليني اعرف فكر بالقصه بتعرف بشو عم نغلط عم اسمعك اخي على طول عم نترك هذا الملتم هو اللي يطب علينا
لك ومن هون لنعاله بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. يعني على فرضا أبو البطيخ بيعرف مين هو البلدة، شلون بدنا نخليه لنا مين هو؟ ابن حسنة ما رح يحكي. استر على عرضك طبعا جاب. لا تقلي بدنا نروح لعند أبو الأحلام نعلق فيه أو نجيبه لهون نقرره. ولك بدنا نعلق فيه وبدنا نجيبه لهون مثل الدابة وبدنا نعمل كل شيء لحتى يقرر مين هو البلدام. ايه؟ على هالقصة بقى. بيه مشان الله طول بالك، قلت لك انا متكفل بحل القصه. لك الله لا يعطيك العافيه لا انت ولا هو. عم تتعرض لبنات الناس يا واطي. الو بنات، الو بنات. لك الو بنات، عم تكذب كمان؟ عم تكذب؟ يا بي الله وكيلك ما صار شيء بيني وبينه، الله وكيلك. شو بده يصير اكثر من هيك؟ يا بي مشان الله طول بالك، عمار اذا شاف المخلوقه ماشيه بالحاره والله ما بيعرفها. ولك الله لا يعرفك بحكم لا انت ولا هو. حقك علي يا بي، حقك علي. انا غلطت. ولك الجيره امانه. أعراض الناس مو لعبة، ولك كيف طاوعك ضميرك تعمل هيك؟ يا بي نحن رح نصلح غلطه، بس أنت طول بالك. لك لو عندك أخت بتقبل حدا يعمل معها هيك؟ والله ما عم نام الليل يا بي عقد مالي ندمان. لك والله أنا ندمان على التربية اللي ربيتك يا. الله يرحمك يا أم سمير، منيح أنك ارتحتي وما شفتي هيك شوفات. يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي خد نفس يا بي مشان الله خد نفس يا بي يا بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أعد 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 يا بي جيب لي مي بسرعة جيب لي مي يا بي يا بي يا بي يا بي مشان الله خد نفس يا بي شرابي شو أبو سمير بس فهميني على شو عم تدوري؟ هلا بتشوف ابن عمي بعينك على شو عم دور. سعاد خانم هي الأوضة كلها بتعرفيها، ما في شي مخبى عنك. ما في شي مخبى ما هيك؟ هلا بنشوف إذا في شي مخبى ولا ما في. يا بنت الحلال خليني ارتاح ودوري على كيفك. دقيقة بس، دقيقة ابن عمي وبتشوف بعينك. يخرب بيتك وينها؟ ها ها شو ها؟ شرفي نفيسي خانم اقلي له لأبو راتب شو هاد؟ شو هاد ولا أنا بقول لك ابن عمي، أنا بقول لك شو هات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فضائل قل هو الله أحد. هات حجاب. خود ابن عمي خود. خود لنشوف شو مخبالنا كمان. الله لا يوفقك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. سبع حبات عين الديك سبعة ولك الله لا يوفقك شو يعني؟ يعني هي الست نفيسة بدها تفرق بيني وبينك وعم تشتغل بالسحر الأسود مزبوط هالحكي ولا ايه؟ ايه والله لا استهدي لا لا, لا لا ابن عمي استهدي بالرحمن استهدي بالرحمن أنا مسامحتها لنفيسة ايه وانت كمان لازم تسامحها نفيسة انا مسامحتك مو بس مره تنتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه يلا ابن عمي امشي خلينا نرتاح خدي هدول حبيبتي يمكن يلزموكي
شرف حجي شرف. يا الله يلا. كتر خيرك. عزبناك بهالليل. ما عملنا غير الواجب عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف لحتى صار معه هيك؟ صاير معكم شيء؟ سمير لا تزيد علي، وبعدين شغلة كبيرة مثل هي أبوك كان لازم يدرى فيها. بس كان رح يروح فيها. قدر ولطف. أنا بلاقي قهوة إذا لازم يكون شيء، إن شاء الله ما بيلزمكم. ما قصرت يا أبو الأحلام. ديروا بالكم عليه منيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو قال الحكي؟ قال انه قلبه كان رح يوقف بس ربنا تلطف فيه. اخي خلينا ناخذه على الخستخانه، هاد حلا شو بيفهموا بالحكمه؟ ايوه مشان يشوفوا عادل وبدل المصيبه نصير بعشرة. باينه مرته مو سهله ابن عمي، خلينا ناخذه على الخستخانه مثل ما قال سلفي. اوف لبكره فرجوا رحمه. انا فايت نام عنده. لا من بعد امرك اخي، انا بدي نام عنده الليل. مثل ما عم اقول لك اخي. ايه بس مو تنام تنام، بدك تضل مصحصح، بدك تدير بالك عليه كل الليل. ما راح يغمضني جفن. اصلا وين بده يجيني النوم؟ صباح الخير. انت من اهله اخي. ممكن يكون جايينك هالوقت؟ يا الله انا صالح معلمي صالح. خير شو بده صالح بهالوقت؟ عمر صاير شي بالمطحنه؟ عزو خليك مع اخواتك انت. صالح شو جايبك بالليل؟ سمع انه ابنه هيك عامل كان طق عقله. انت ما بتعرف قديش ابو سمير حنون على اولاده وعلى مرته الله يرحمه. الله يرحمه. تتذكر لما ماتت والحاره كلها طلعت بجنازتها؟ ما حني ينسى طبعا بتذكر. يوم بعد ما دفناها اجى لعندي قعد هون مطرحك صار يبكي مثل الولد الصغير. أول مرة بعرف إنكم كنتوا تسهروا سوا. هاي القعدة مارق عليها ناس كتير، ياما سامع أسرار وياما شايف دموع. هاي الحيطان لو إلها لسان كان حكت. هلا أبو الأحلام أنت من وقت جيتك عالشام جيت لعنا عالحارة؟ وأنت الصادق لعند أبو سمير. ليش كنت تعرفه من قبل؟ الدنيا ساقتني لعنده. كنت خايف مقهور كرهان حالي بس ودي الدنيا بوشي.
يلي حكيته سمعه، ما سألني ولا سؤال واحد. لما خلصت قال لي يا عبد الحي انت غلطت غلطة لا تغتفر، بس مين أنا لحتى حاسبك؟ إلك رب هو أولى فيك. فيك تضل عندي هون بالقهوة تساعدني تاكل لقمتك بالحلال. وهداك يوم وهذا يوم ضليت عم اشتغل عنده لحتى كبر سمير ومسك مطرحي. والله انك ابن اسم اليوم الاحلام. وابو سمير كان عنده نظره صح بالرجال المعدل اللي مثلك. احيانا بسال حالي اذا ابو سمير بيصلوا شيء لا سمح الله، انا شو بيخليني هون بالحاره؟ الله يا ابو الاحلام، نحن شو عم نساوي؟ دمعك يا عين يطفي حزنك يا روح. الشهامة والرجولة، ابن ضيعتكم ما حدا بيعرف وينه، ضايع وانتوا قاعدين بمطرحكم يا حيف. ما فينا نتصرف شيء بدون اذن البيك. انا بروح بدور عليه. يونس وانا معك. وانا جاهز. الله محيي البطن اللي حملكم. معناتها منين بدنا نبلش؟ نتكل على الله. يلا استنوا استنوا، ما حدا بيتحرك من هون لحتى اسال البيك. روح اساله. لا تعصبوا حالكم. أنا بعرف وين سليم. ولك بتعرف وساكت لهلا؟ خلص أمي، ما تقولي غير رجع. والله كان قلبي حاسسني من امبارح إنك أنت بتعرف وينه. احكي انطق وينه. احكي. ما عم صدق انه بعدك قاعد. شو بدك يعني اعمل؟ اطلع ادور عليه؟ مو انت، بعد ظلمك. ما بيستاهل. لا هو ولا امه. لك انت شو طينتك؟ من شو معمول؟ رو. رو من وشي. بامرك يا بي. مرت عمي. طولت بالي عليك كثير. كلمة تانية راح خليكي محبوسة بأوضتك من هلأ لحتى تموتي. مو بعيدة عنك. تعملها؟ بعملها وبعمل أبوها كمان. غازي بدك الصندوق؟ الصندوق؟ ايه صندوق أبوك. وينه؟ الصندوق مع سليم. أقدر أطلع معك يا سليم. شو علي؟ تعصب. علي منيحة هيك؟ اديها على سوية الأرض يا صالح. أمرك. يلا. تعال سليم. مر بلي. ما جهزت الغرفة. أمرك. ما بترجعوا القصر إلا سليم معكم. أمرك يا حرك بسرعة.
لجبتوا معكم؟ وين بدنا ناخده؟ انتوا خلصوا عليه بارضه، مو تجيبوه لهون. شو لقيتوا؟ لقينا هون. سلامي عمي عادي. الله يسلمك عمي ابو راتب. الى صار بدنا حلوان طراتك من الخستخاني. ان شاء الله ان شاء الله. كل ما شفت واحد بدك تاخذ منه حلوان. صلي على النبي ابو الاحلام. اجر عافية عمي عادي. الله يسلمك عمي، الله يسلمك. كان بكير على طلعتك من الخستخاني. لك داخلي هي ما عادت رانا وعاد فيتك وحدي. بس الحكيم قال لك لازم تبقى، شلون بتحمل حالك وبتطلع؟ شو ابو الاحلام؟ بدك ياني يطلع من السفر برلك واقضيها قاعد بالخستخانه؟ انا مشان ابوك رح ينقلق منك على التمام. لا صاير ليش تاخر علي اليوم؟ شو قصته؟ غايب عذره معه. ما في بالعاده يسكروا القهوه لهالوقت. عادل؟ ليش مسكرين القهوه لهلا؟ انت شو اللي طالعك من الخستخانه؟ انت طالعته ابو الاحلام؟ رحت لشق عليه ما لقيته غير قام ومشي، مع انه الحكيم قال له لا يطلع. الله يسامحك على هالعملة. لك فهمني هلا، وينو ابوك؟ ليش لهلا مسكرين؟ امشي امشي، امشي خليني ارجعك بالخستخانه. لك ماني مزحزح من هون لحتى تقول لي ليش لهلا مسكرين، وينو ابوك؟ ابوك تعبان شوي. عرضية لا ينشغل بالك. عادل، رايحين سوا. دير بالك ما توقع. هي آخر مرة بسمعك عم تقولها. أصلاً أنت من وين بتعرف مطرح الصندوق؟ ولك جاوبني، من وين بتعرف؟ سمعت أبي لما قال لك إنه مخبيه بالطاحون. إيه؟ ضليت أدور عليه لحتى لقيته. لما شفت شو عم بيصير بسليم رحت خبرته وين مخبى. ولك ليش لحتى تقول له؟ كان مقهور وزعلان، حبيت ساعده. لك يا ابني من ساعده بس مو هيك. كيف لكان؟ سليم كل عمره مظلوم بيناتكم، لا حدا حاسس فيه ولا حدا بيهتم فيه. بتعرف انك وقعت سليم بمشكلة هلا؟ هو ما دخله. أنا اللي رح وقع بمشكلة مع أبي. بس مع هيك قبلان، كرمال سليم يتجوز نجو. لك هذا مو حكي. كأني والله ما قدرت أشوف سليم يطلع لهالحالة وأنا واقف ما عم بعمل شيء. دام نروح وراهم يا بيك. الله يصلحك، ليش ما سمعت كلام الحكيم؟ حقك علي يا بي، حقك علي، ان شاء الله سامحني. على شو بدي سامحك؟ انت ما عملت شيء. انا السبب بوقعتك. يا ريتني ما رجعت وما شفتك ملقح بالفرشه. لا يا ابني نصيب. نصيب. قوم اطلع قوم، قوم روح اطلع شوف لك شي حنطور خلينا ناخذ ابوك على الخستخانه قوام. لا لا لا. انا رايح لمحل. ضل هون. بس يا ابي ما بيصير. بلا بس. خلاص عادل، اتركه على راحته. ان شاء الله يومين ثلاثه وبيقوم بالسلامه. سمير أمرني يا أبي يحكي معك كلمتين. أنا برا إذا عززت شيء. روح افتح القهوة. الرزق ما بيستنى. روح. يلا أنا كمان نازل على قهوة. لا لا أنت خليك هون. حكي لي عليك على الشغل. الله يوفقك يا أبي. خليني أنزل. ما
بدي اقعد بالبيت مثل قفة الهم واحس انه مالي لازمه. طيب مثل ما بدك. اصلاً الرجال ما بتكسر مصيبة. اتكل على الله. سمير جوازة عادل لازم تصير اليوم قبل بكره. قبل ما تقوم من الفرشة يا أبي؟ وبركي ما قامت. لا سمح الله، الله يطول بعمرك. لا عمار بيد الله يا ابني. وأصلا جوازة عادل وفاطمة وكتير ضابطة، يعني إذا أنا مشيت والله أخذ أمانته ما عاد تزبط الجوازة. الله يطول بعمرك يا أبي، بس نحن ما فينا نقول لأبو العز تعال لعنا لحتى نخطب بنتك. لا لا لا، القصة ما لازم تبلش من عند الرجال. الله يرحمك يا أمي، لو كانت لساتها عايشة كانت حلت كل شيء. ما فهمت علي. شو قصدك يا أبي؟ في طبخة لازم تنطبخ من هلا قبل ما افضح تمي بكلمه مع ابو العز. ما بدي سليم يرجع القصر. ما كنا بعتنا الزلمه تدور عليه يا بيك. لك على الاقل بيضل تركي افهم منك، على اي بفكر بمخه. بعت لي حدا يجيب لي تركي. تركي؟ يا بيك انا هلا مستعد اني انت بدك تنزل على الشام، على الشام بدك تروح. شو في بالشام يا بيك؟ يا بني ادم، نحن بعتنا رجال يدوروا حوالين الضيعه لسليم، بركض راح على الشام. رو بعت لي تركي وارجع لهون. بدك تروح على الشام قبل ما تعتم العين. تأمر يا بيك. يلا رو رو. اضرب انا والله لما سمعت انه اخي ابو سمير وخستك شوي قلت لحالي لحتى اجي بزوره واطمن عليه، وسعاد كمان اصرت انه تيجي معي. لك حاكم صرنا عائله وحده. ما بتقصروا يا ابو سعيد. ايه والله بيت ابو سمير واولاده عسلامتهم. والله كل العيلة خير وبركة. ايه طمنيني عليه، ان شاء الله صار منيح. منقول ان شاء الله. بس ما بعرف ليش يا ام سعيد صار قلبي ناقزني من قدوم منيرة علينا. يوه عازك وعوازك معروفين بنات المكتبة، ما فاتوا على بيت الا صاحبه رندج وصار باللوج. شحوا ابو راتب شو فيه كيف صاير؟ مو هذا اللي شفناه بعد جيت منيرة لعنا. اعوذ بالله يا ست جميلة، يعني لا تخلي الشيطان يوسوس براسك. اخي ابو سمير اكيد وقع على الوقعه من زعله على ابنه عادل. ايه بصباحيه عرس منيره رجع سلفي عادل، ومن يوميتها بلشت المصايب تكفت فوق راسنا وحده ورا الثانيه. حبيبتي انتوا عيله منحوسه، الله يجير منيره منكم. نحن عيله منحوسه؟ لا حبيبتي، انتوا الخير والبركه، الله يرضى عليكي. ايمي هالوسواس من بالك، يعني اللي صار مو اكثر من صدفه. صدفه ان شاء الله تكون هيك. أنا عايمة شوف شو صار معها بالقهوة، حاكم إذا بتركها على راحتها بتروح وما بتشربوها. لك آخ آخ لو فيني أحكي، لكن تخليتها لهالغولة غنمة، غنمة عم تبكي فرم تفرم. لك اصبر، كل شي حكيتيه وما حكيتي شي. بعدين الست جميلة معها حق. نايطة منيرة، لك نايطة، فنجان قهوة بدك لهالوقت. يا ريتني ما إجيت معك وضليت ببيتي. اصبر. ما كان بدك الا هالطرنة، ما صار شيء يحرز. قول لاخوك سمير الحكي. شو نشربكم عمي؟ شاي. السلام عليكم. السلام. الشاي تبع طبنجة جاهز؟ ايه جاهز، انا باخذه. خليني اخذهم عنك لتكون توقع. صحة. بس على بالكم. Thank you.
خليني ساعدك. بعد ما دعني اتركني. اخ هات عدون ايدك، شو عم تحكي انت؟ قوم هات كنت يا بريخ. يلا جيب لنا كاستي شاي وحسب حساب عدول معنا. كنس لي ساس. لك جيب شاي بعدين بتكنس. روح هات كرسي. عود عدون. عود عود عدون. سلامتك سلامتك. عدول بر اليوم المسألة عندي، خلينا نعمرها. دمعك يا عين بيطفي حزنك يا روح. اليوم الأحلام. اليوم الأحلام. شو عادل؟ ليك قاعد هو؟ وين بدك يعني اقعد يعني؟ هلا أنت رجعت من السفر برلك مشان تقضيها طحنك مع الزباين؟ ما تشوف لك شغلة؟ شغلي وبعرفه أبو الأحلام، شغلي وبعرفه الله يوفقك. وين بدك يا يقعد يعني؟ تفضل تفضل شرف. تفضل تفضل. عمار شو صار ابوك؟ ان شاء الله احسن. خير عدو؟ شو بابو؟ والله تعبان شوي. لا 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 لا، علي الحلال ابو سمير هو زهرة بيت القهوجي. ومعروفك طبعا جا. على راسي. سيك روق دماتك. الله يسلم الديات. بالهنا. بعده لهدول المشلحين اصحابك؟ اعوذ بالله، عمرهم ما كانوا اصحابي يا بيك. كنت بعرف واحد. تركي ما بدي سليم يرجع على القصر، بدي صندوقه بس. تأمر يا بيك. شو عم تستنى؟ بتجيب لي الصندوق بأي طريقة؟ بوعدك أعمل كل اللي بقدر عليه لأجيب لك الصندوق. الصندوق وبس. سليم ايه؟ الكل لازم يعرف انه سليم والصندوق ضاعوا وما بقى لهم اثر. امرك يا بيك. شو ما حكى معك ما بتفتح تمك بحرف واحد. الحمد لله على السلامة يا ابو العز. الله يسلمك. فارس هو اللي خبر سليم عن مطرح الصندوق، بس الله يكرمه الله لا تحكي معه شيء، هلا مو وقت الحتى. مبسوط انك رجعتني يا مشوار؟ ولا فيني ولا حسابك جاي جاي، بس تعرف ليش؟ حسابه هلا بعدين، اهم شيء الدنيا. روح. فكرت عمي لحشها كلمة، طلعت عن جد السيرة فاطمة العادل. بدك ارجع اشرح لك ليش فاطمة العادل؟ لا ابن عمي شو شايفني ما بفهم؟ لأنك بتفهمي. بدي اياك تعرفي شلون تحكيها لأم العز. قبل ما نتورط مع الجماعة عمار وفاطمة كانوا يحبوا بعض. عارف. لك شلون بدك تحطهم ببيت واحد؟ لقوا فوقها فاطمة بدها تصير مرته العادل، ومرت عمار كانت. ولك هذا الحكي اللي بيخلي الدم يغلي بعروقي. بس في قدامنا حل غيره؟ طيب ما بتخاف عمار لما يشوف فاطمة معه بنفس البيت انه يصير بيت؟ كملي. صحيح عمار غلط وقت اللي حكى مع فاطمة. بس اخي مربى وبيخاف الله. اي والله سلفي على سلامته. بعدين انت بالبيت بتديري بالك على منيرة وفاطمة. هي لا تخاف منها ابن عمي، رح تضل عيوني مفتحة على طول. طيب رح تخبروا عادل انه فاطمة وعمار كانوا يحبوه. وعك وعك تفتح هي السيرة بحياتك بكفي الهم اللي هو فيه. اي والله يلي فيه مكفي. مهم هلا عرفتي شو بدك تحكي مع ام العز؟ اي ما لها شغلة صعبة، هلا كلمتين. اي لا صعبة، وبدك تشيلي كيد النسوان على جنب وتحكي بركازي. هلا انا مكيودة؟ اوه علينا، الله يجيبك يا طولة البال. ليش طلع خلقك ابن عمي؟ خلص اللي شو بدك احكي مع ام العز لاحكي معه. وعم تفكر انه هدول الزلزال المكان اللي خطفوه لسليم؟ الطريق مليان مشلحين، واكيد انا ما راح اقبل انهم يخطفوه.
شو عرفك؟ مركز زلمة خاطفينه وما قالوا لك. عم اقول لك لا انا ولا حدا من زلمي له علاقة. اصلا انا ماني متاكد انه سليم مخطوف. بلكي اخذ الصندوق على شي مطرح. لك انت ليش خايف؟ ما بدي حدا يعرف انه هدول زلمي. ما بدي منك شي غير تضل على حكينا. سليم ما علي عتب. عتب الكبارية. لا تسمي الغزي. من الاخر انا ما دخلني. لكان كيف وصل خبر مطرح الصندوق لسليم؟ حدا جاوبني. قالوا لي مو كان اولى نفتح الصندوق ونعرف شو في جواته قبل ما يوصل لايد سليم ولا غيره؟ الغزي ابوك الله يرحمه. ابي الله يرحمه مات. ما كان عارفان شو عم يعمل وهو على فراش الموت. لا غازي انتبه على لسانك. والله صارت عيد الحكي مرة ثانية مو نصيحة بنوبة. مرحوم كان عنده عقل بيوزن بلد وما بده من يشهد له. تفضل. طلع بيحب المرحوم أكثر مني. الله بيعالي سما بس بيعرف شو فيه بالقلوب. لا أنا ولا أنت دير بالك. والوصية رح نفذها. رح نفذها وبالحرف. كيف بدك تنفذها يا ابو العز؟ وينو الصندوق؟ الصندوق امانتي وبرقبتي لليوم الموعود. معناتها متفق انت وسليم تخبوا الصندوق عني قبل ما يجي الوقت ونفتحه. لك شلون صارت هي بقى؟ شلون بدي اتفق انا وسليم يخبي الصندوق؟ اذا كان الصندوق نفسه عندي. عندك؟ هنا عندي. وشو بيضمن لي انك ما فتحته ولقيت جواته شيء ما عجبك متلبست القصه لسليم؟ لك غازي عقلك ياخذك وين ما بده ياخذك ياخذك الصفر منك له. لكن الصندوق برقبتي. ما راح افتحه. ليجي وقته. ضاعت مالك قد الامانه يا ابو العز. لك غازي. انا ما عدت صغير. وكبرت من زمان على حركات الوزنية هاي. فاهم بقى؟ شوف يا ابو العز، الصندوق بده يرجع يعني بده يرجع. هذا حق العيلة، حق أبي. وأنا جاهز الحق، بس ليش جوته؟ وإمتى هذا الوقت؟ وقت يجي وقته يا غازي، الرقبة لا تنحط لحالك تحت الحق. إيه معناتها بتعرف وينه سليم؟ وبتعرف وين محل الصندوق؟ يا ريت أعرف وينه. كنت على المقلية ما خليت قلب أمه يغلى هيك. لكن كيف بدك تنفذ الوصية؟ بلكي ما رجع سليم وما رجع الصندوق. بعيد الشر. لا سمح الله. اطلع منها أنت يا غازي، خلص اطلع منها. هي شغلتي مو شغلتك. اطلع منها. شبك مو حلوه مشان ام يونس بعدين نحكي. شو كان بده منك تركي؟ مالك بالعاده تسالي؟ لانه ما في شيء بيتخبى بالضيعه. ليش شو عم يقولوا بالضيعه؟ عم بيقولوا انه تركي عم يشتغل مع المجرحين. يمكن ما بعرف وما بيهمني. متعب ليكون بده اياك تشتغل معه؟ بده ولا ما بده؟ انا ما دخلني. ايه وشو عمل فيك الشاويش لما مسكك؟ شو بده يعمل؟ لحمة شاف وكباب. بعرضي يا شباب ضل يجري 10 ايام ما عم بقدر ادعس على رجلي. عبدول بزمتك ما انقهرت لما رجعت من السفر برليك ولقيت اخوك متجوز مرتها؟